اتطلقت منه لهذا السبب المقرف، حالة شيحة تفضح زوجها السابق أمام الجميع والجمهور. معاك حق. وقبل الخبر، اللي لسه مشتركش في قناة أخبار الفنانين مع نادين يشترك عشان يعرف كل جديد ويحط اللايك والكومنت. في تصريحات صحفية للفنانة حالة شيحة تحدثت خلالها عن فترة زواجها من معز مسعود، وقالت: كنت بحس انه مضيق علي حياتي من جميع الجوانب، وكان بيسألني عن كل كبيرة وصغيرة ورايحة فين وجاية منين. وكملت حالة: مسألة ان حد يتطفل في حياتك دي كبت للحرية وشيء مقرف. ولتثبت حالة شيحة امام نفسها انها تبحث عن الحرية، قامت بكتابة منشور على خاصية الاستوري في حسابها بالانستجرام، قالت من خلاله: هل تعلم ماذا حدث عندما توقفت عن محاولة ان اصبح جيدة؟ اصبحت حرة. كما قامت بحذف جميع منشوراتها القديمة على الانستجرام، وكأنها تريد ان تشطب الماضي وتطوي صفحة معز مسعود من حياتها.